شلون ترجع حسابك الانستغرام اذا احد اختراقه بخطوات بسيطه ما يراد لها اي شيء؟ تابع الفيديو للنهايه ولا تنسى تحط لايك وبدربك اكسب لوار. اول شيء تسوي راح تروح لتسجيل دخول مالت الانستغرام، راح تضغط على نسيت كلمه المرور، راح تطلع لك هاي الواجهه، ضيف اليوزر مالت الحساب مالتك، وبعدها اضغط هنا أنا احتاج المزيد من المساعده. راح يحول لك الى هذه الواجهه، راح يطلب من عندك بعض المعلومات. هنا راح تختار الخيار اللي انت يناسبك، اذا عندك صور بالحساب مالتك اختار الخيار الاول، واذا ما عندك اختار الخيار الثاني، وبعدها دوس التالي حتى يحولك للواجهه الجديده. هنا راح يطلب من عندك باسورد قديم مالت الحساب مالتك، اي باسورد انت تتذكر ضايفه بالحساب مالتك ضيفه هنا، وبعدها دوس التالي. راح يحولك لهي الواجهه، راح يرسل كود على البريد مالتك، هذا هو الكود اللي ارسل اياه على البريد مالتي. راح تروح تضيف الكود، وبعدها راح تدوس هنا التاكيد حتى يحولك الى الواجهه الاخرى حتى يتاكد انه الحساب فعلا يعود اليك. راح نضغط هنا تاكيد وراح نشوف ايش راح يطلع عندنا. راح يطلع عندك هنا البريد مالتك اللي هسه حط وجهك بهاي الدائره، وبعدها راح يحولك الى هاي الواجهه. تغير الباسورد مالتك مكرر فوق، تخلي الباسورد وايضا جوا، وبعدها راح تدوس هنا ريست باسورد، راح يحولك الى الحساب مالتك مباشره. راح تغير الباسورد مالت الحساب مالتك وراح يرجع الحساب طبيعي. طبعا اذا استفدت من الشرح لا تنسى تتابعنا حتى توصلك كل فيديوهاتنا.